أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أكد أن المجلس ماض نحو تعزيز التواصل مع المواطنين وربط تطلعاتهم بالعملية التشريعية، واعتبار ذلك من الأولويات التي سينطلق منها العمل لتطوير التشريعات والقوانين في المرحلة القادمة. أشار معاليه إلى أن المواطن هو محور العمل التشريعي والحكومي، وينبغي العمل على خلق آليات مستمرة للتواصل معه. جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى أعضاء لجنة تنفيذ توصيات مؤتمر نعمل من أجل تحقيق تطلعات تشريعية برئاسة سعادة الأستاذ دلال جاسم الزايد، وبحضور سعادة المستشار أسامة العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، حيث أعرب معاليه عن ثقته بأن تقوم بترجمة التوصيات التي تبناها المؤتمر لمبادرات واقتراحات وأسئلة يتبناها المجلس في الفترة القادمة، مثمنا لرئيسة وأعضاء اللجنة حرصهم على سرعة التجاوب مع تكليفهم بعضوية اللجنة، ما يعكس دعمهم وحرصهم على تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم والجدية في التعاطي مع تطلعاتهم.